في قطاع غزه يشارك مئات الفلسطينيين في مظاهرات وفعاليات تضامنيه مع الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه، حيث يواصل المئات من الاسرى الاضراب المفتوح عن الطعام ضمن معركه الكرامه اثنين للمطالبه بتحسين ظروفهم داخل السجون وذلك لليوم الثاني على التوالي. انضم الينا من غزه مراسل الغد حازم البنا. حازم مطالب المتظاهرين المتضامنين مع الأسرة مع استمرار معركة الكرم اثنين نعم حازم يعني غزه منذ ايام ماضيه وهي تشهد سلسله من الفعاليات التي تنظمها الفصائل الفلسطينيه ومؤسسات المجتمع المدني وايضا مراكز حقوقيه في محاوله لدعم واسناد الاسره في معركتهم في الاضراب المفتوح عن الطعام من اجل تلبيه مطلب الاسره الرئيسي وهو تركيب الاجهزه الهواتف العموميه داخل السجون ويعني ازاله اجهزه التشويش التي يعني ركبتها مصلحة السجون الإسرائيلية على الهواتف المحمولة ومعروف بأن هذه الهواتف يقوم الأسرى بالتواصل مع ذويهم من خلالها في كل الأحوال غزة اليوم كانت على موعد مع فعالية جديدة مثل المسيرة التي نظمتها الجبهة الشعبية في قطاع غزة واستقرت قبالة مقر الأمم المتحدة في محاولة لتحميل مؤسسات الدولية مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه الأسرة ومحاولة الضغط على إسرائيل لتلبية مطالب الأسرة معروف بأنه نادي الأسير الفلسطيني تحدث بأنه حتى اللحظة لا يوجد اتفاق حاسم بين إدارة مصلحة السجون وقيادة الحركة الأسيرة وبأنه الأسرة خاضوا بالأمس نقاش طويل مع إدارة مصلحة السجون وهنا يجب أن ننوه بأن نتنياهو كما تحدث مركز أسرة فلسطين للدراسات بأنه نتنياهو أوكل لجهاز الأمن العام الشباك الإسرائيلي مهمة التفاوض مع قيادة الحركة الأسيرة وأعفى مصلحة السجون وهذا يشكل بالنسبة للأسرة يعني مؤشر إيجابي على اعتبار أن الشباك له صلاحيات أكبر في التفاهم مع الأسرة في القضايا العالقة وعادة مصلحة السجون تلجأ في مثل هذه القضايا للجهات السيادية العليا لا. حتى اللحظة المفاوضات ما جالت جارية بين الأسرة وجهاز الشباك وهناك مؤشرات ربما لقبول الاحتلال بتركيب الهواتف العمومية الحركة الأسيرة أجلت التحاق مئات الأسرة بالإضراب المفتوح عن الطعام في عدد من السجون بعد ان استمرت هذه النقاشات مساء امس واليوم ستستكمل في محاوله للبحث عن صيغه وسط مم. الاحتلال كما يقول مركز اسرى فلسطين يحاول التلاعب وسحب يعني الانجاز من هذا الاسرى في اشاره منه ل يعني تركيب الهواتف العموميه وهذا المطلب الذي كان الاسرى يناضل من اجله منذ عشرات السنين اليوم يحاولون فرض ضغط من خلال هذا الاضراب المفتوح عن الطعام ومن خلال فعاليات الميدانية التي تنظم الفصائل سواء هنا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية ولكن الحركة الأسيرة داخل السجون تطالب بفعاليات أوسع وتوسيع يعني رقعة الاشتباك الميداني في نقاط التماس في الضفة الغربية في محاولة للضغط على الاحتلال مؤسسات حقوق الإنسان أيضا في قطاع غزة عقدت في الأيام الماضية واليوم هناك جلسة يعني أحد المراكز الحقوقية في محاولة للضغط ويعني رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية خاصة أن هناك عدد من الأسرى المضربين عن الطحام في حالة صحية حرجة يرفض الاحتلال نقلهم إلى المستشفيات في محاولة للضغط على الأسرى هذه تطورات خطيرة وهناك تدخل عالي من الوفد الأمن المصري وهو أيضا في صلب المفاوضات يحاول الضغط يعني بين الشباك وبين الأسرى في محاولة لتدليل العقبات والبحث عن صيغة لتلبية مطالب الأسرة مطلب الأسرة حقيقي كما ذكرت حازم تركيب الهواتف العمومية وأيضاً تحسين ظروف الحياة داخل الأسرة مسألة مم. الإهمال الطبي يجب أن يعني يضع لها حد خاصة في ظل تدهور عدد كبير من صحة الأسرة وأيضاً نقل الأسيرات إلى سجن آخر و وف وفتح المجال لزيارات الأسرة الممنوعين من الزيارة من قبل مصلحة السجون وأمور أخرى أيضاً لها بطبيعة الحياة المعيشية داخل السجون هذه التطورات ما زالت جارية نعم ومصفحة في ظل استمرار المفاوضات مم. بين. جهاز الشباك والاسرى داخل السجون حازم اشكرك جزيل الشكر مراسل الغد كنت معنا من غزه حازم البنا